اهلا بكم، نكمل على موضوع الشابتر 9. حنتكلم على البورت سيكيورتي، وحقيقة المفروض موضوعنا يكون على البورت سيكيورتي ونتكلم على هاي التكنولوجي، بس مثل ما اتفقنا الطريقة اللي حنستخدمها، اول شيء نشوف ليش احنا محتاجين للبورت سيكيورتي، شنو فكرة البورت سيكيورتي، وليش احنا نحتاج نسويها بالشبكة مالتنا. لذلك قبل الكلام على البورت سيكيورتي بهذا الموضوع او بدرسنا اليوم، اريد نتكلم على مشكلة كبيرة ونطبقها اسمها الماك تيبل اوفر فلو. ليش؟ لانه الماك تيبل اوفر فلو هي الاشكال اللي دعت الحاجة او اللي خلت المطورين بسيسكو سيستم وبكثير شركات انه يبحثون على موضوع البورت سيكيورتي او اليات البورت سيكيورتي. كيف؟ الماك تيبل اوفر فلو، اذا عندك مثلا سويتش وفي داخل هذا السويتش عندك بورت واحد، هذا البورت واحد ممكن ياخذ كل الماك ادرس. خلينا ناخذ مثال هنا فقط اعطيك الفكره النظريه للاوفر فلو، يعني احنا ما نحكي اليوم او ما اريد اطرح فكره البورت سيكيورتي، مثل ما اتفقنا نريد ناخذ الفكره. هذا البورت مربوط بكمبيوتر هنا، وهذا البورت رقم واحد، وهذا سويتش. اوكي، بداخل هذا السويتش اكو شيء اسمه الماك تيبل. اوكي، هذا الماك تيبل له كاباسيتي او لها قدره استيعابيه تعتمد على الرام اللي موجود بالسويتش او الكاباسيتي اللي موجوده بالسويتش. كم ماك ادريس تشيل هاي؟ مثلا خلي تشيل 8000، بالاي او يشيل عدد كبير، بالاي او اس عدد اقل، تعتمد. تمام، هاي الماك تيبل ممكن اغراقها، ممكن عمل اوفر فلو لها. نعم، اذا هذا البورت او هذا الكمبيوتر رسل كثير ماك ادريس طلبات، فالتيبل هنا حيصير بيها كثير، والعدد 8000 او اي عدد كبير راح يوصل الى حاله الاوفر فلو، فالسويتش راح يصير به اشكال انه ما يقدر يسوي عمليه سويتشنج، لانه الماك تيبل اللي يعتمد عليها السويتش في عمليه السويتشنج حتسقط او حيصير بها اوفر فلو، فالسويتش حيتحول عمله الى هب. من يتحول عمله الى هب حتصير الياته كلها برودكاست، اذا هذا الكمبيوتر رسل لهذا الكمبيوتر الكابتشرنج هنا حيصير جدا سهل. ليش؟ لانه اليات الهب هي برودكاست، فالموضوع او هذا الديفايس حيصير عدم موثوق او حيصير جهاز هب بالنتيجه، والهب مثل ما تعرف هو غير سكيور ويعتمد على البرودكاست في عمله. تمام، اذا خلونا نشوف الاوفر فلو كيف حيصير وكيف نسوي، وبعدين نرجع نتحدث على البورت سيكيورتي. ليش؟ لانه حتى نحس بهذا الاداة او حتى نحس بالبورت سيكيورتي تكنولوجيز شنو فعاليتها بالشبكة. خلينا نشوفك اللاب اللي حنستخدمه بموضوعنا لعمل الاوفر فلو. عندي هنا جي ان اس 3، الجي ان اس 3 حشوفك كيف نغرق الماك تيبل بالنسبة للاي او اس، يعني بالنسبة للسيسكو راوتر 3725 هذا اللي تقدر تخلي له 16 بورت سلوت وتقدر تسوي سويتش، كيف نغرق التيبل اللي هي تستخدم داخل الاي او اس، وكيف نغرق الاي او يو. هاي اي او يو نسخة اي او يو كذلك حنجربها. طبعا عدد الماك ادريس او القدرة الاستيعابية للاي او يو هي اكبر بكثير من القدرة الاستيعابية اللي تتمثل ب 3725 راوتر سويتش. تمام، اذا عندنا تو ديفايسز، حنجرب هذا اول نخليه هنا ونخليه تحت المجهر او تحت الاتاك نقدر نقول. رابط اني هذا الديفايس باللوب باك، هذا اللوب باك مال الكمبيوتر مالتي وهذا الاي بي مالته، وفي نفس الوقت خال اوبريتنج سيستم لينكس اللي هو كالي اللي حننفذ به اداه مهمه جدا تساعدنا في عمليه اغراق، شنو؟ اغراق الماك تيبل او عمليه الاوفر فلو. تمام، اذا الكمبيوتر مربوط بكلاود، وطبعا عرفنا هاي التفاصيل كلها كيف تصير من الكلاسات الاولى الكلاود، بس اعطيك نظره عليها سريعه. الكلاود ناخذها من هنا، اذكرك من اخذتها ورحت رايت كليك سويت لها كونفيجريشن، حددت شنو؟ حددت اللوب باك انترفيس اللي هو اسمه اريا كونكشن 2 بالكمبيوتر مالتي.
تمام. وكذلك رحت على الكالي بالفي ام وير حشوفك، بس خليني ستيب باي ستيب. وين الكلاود هاي اللوب باك؟ وين اللوب باك؟ فقط اشوفك اللوب باك بشكل سريع. لاحظ هذا اللوب باك اسمه اريا كونكشن 2 هذا، وخليت له اي بي شنو؟ مثل ما تشوف خليت له اي بي مانيوالي 10.2.192.168.10.2 تمام. خليت له جيت واي 1 اور وات ايفر تقدر ما تخليني، احنا بدنا نشتغل بشبكه واحده. اذا الكمبيوتر او العفو السويتش هذا حيربط بهذا السويتش وحيربط باللوب باك مالتي تمام. وبعدها شنو؟ انتبه وياي لان هنا شويه الصعوبه. حنروح نجيب في ام وير حتى نسوي الكالي. نسخه الكالي موجوده عندك وحتكون بملفات الدوره وملفات الكورس السي سي ان اي سكيورتي. حروح على الفي ام وير وانا مسويها هنا الكالي، بس اشوفك كيف سويتها. رحت قلت له نيو فيرجوال ماشينز، فقط اذكرك اجين، اقول له نيكس، اختار شنو؟ اختار الانستليشن ايمج اي او اس، ومن البراوزين انا اختار شنو؟ اختار نسخة الكالي اللي هي هاي امامك هنا. اقول له اوكي اوبن هاي ونكس. يقول لي شنو اللي تسميها؟ تسميها اي اسم مثلا هنا، تسميها مثلا خلينا نسميها كالي 2 اوكي، ونقول له نكس. حيريد 20 جيج هنا من الهارد، تقول له نكس. وتريد تشغلها؟ نعم، مثلا اريد اشغلها حتى فقط اشوفك اياها حتشتغل. راح يطلع لك مثل ما تعلمنا ومثل ما شفنا كيف نسوي الكالي والباك تراك. حيطلع لي اختيار هل تريدها لايف او تريد تنصبها. طبعا انا اختار الاختيار الاول اللي هو لايف، يعني تشتغل عليها رايت ناو وبعدين تمسح، وحتبدي تسوي لود مثل ما تشوف هنا، وحتشتغل عندك نسخة الكالي اللي هي من أهم التولز اللي يستخدمها الأتاكر أو الهاكينج، وكذلك من أهم التولز اللي يستخدمها الأناليسيس أو المحللين وكذلك السكيورتي. حتشوف الديسكتوب مال الكالي هنا هو نفسه أنا عندي مشغلة هنا أوكي. طبعا إذا طلب من عندك الباسورد، اليوزر نيم هو روت R O O T والباسورد هو مقلوب الروت يعني T O O R اوكي. هو بالبدايه ما يطلب منك بهاي النسخه، فاذا تعوف ستاند باي يطلب منك نسخه، فانا اكتب ال T O O R مقلوب الروت تمام. اذا الكالي هنا شغال عندي. بيش ربطتها؟ انتبه وياي، رحت ثاني على الانترفيس رايت كليك وقلت له سيتنج. بالسيتنج هنا رحت على النيتورك ادابتر وقلت له بريدج تمام. اذا نختار البريدج. انتبه اكو خطوه اخرى مهمه جدا لازم تتاكد البريدج هذا ورا ما اختاريته اوكي اوكي. تروح بالفايل وتروح على الايديت العفو بالايديت وتروح على الفيرجوال نتورك اديتور، تتاكد انه البريدج يمثل اللوب باك، تتاكد انه البريدج يمثل اللوب باك. لاحظ هذا البريدج هو باي ديفولت يجي اوتوماتيكلي، انت فقط اختار المايكروسوفت ادابتر بريدج او هو اللوب باك ادابتر حتى يمثل البريدج. طبعا انا مختاره لا العفو مختار الاوتوماتيكلي باي ديفولت، انت اختار فقط الادابتر اوكي. يعني الفكره اللي صارت شنو؟ كانما اللوب باك هنا، فقط ارسم لك حتى توضح لك الفكره. اللوب باك هنا صار شنو فكرته؟ اللوب باك صار كانما هو سويتش اوكي، كانما هو سويتش حيربط بهذا السويتش وحيربط بالكالي كذلك. فاذا تسوي بينج من هنا على الاي بي مال الكالي حتوصل، وكذلك بينج من الكالي على الاي بي اللي حنخليه بالسويتش حتى فقط نتاكد انه الاتصال موجود، حيوصل الاتصال اوكي. هاي فكره اللاب هذا اللي حنشتغل عليه ان شاء الله حتى نسوي فكره الماك تيبل اوفر فلو. مره اخرى بشكل سريع، لوب باك شفناه بالكمبيوتر مالتنا، وبالفي ام وير نصبنا الكالي. واشوفك مره اخرى ممكن نسوي الخطوات بالكالي 2. رحت على الكالي 2 رايت كليك وقلت له سيتنج على النيتورك بشكل سريع، اقول له بريدج اوكي. بعدها اتاكد انه البريدج شنو بالاديت، اتاكد البريدج هو يمثل لي اللوب باك حتى يصير الاتصال بالشبكه اللي دا اشتغل عليها. لاحظ البريدج هو مايكروسوفت لوب باك تمام. الان كيف نعطي اي بي للكالي لينكس حتى نقدر نخليه ضمن الشبكه؟ نقدر نروح من هنا على السي ال اي نقول له اي اف كونفيج
اي اف كونفيج امر مهم جدا، اني خاله الاي بي هنا 10.3. خليني اشوفك الماك ادرس، الماك ادرس هنا مهم جدا، ركز لي على الماك ادرس، الماك ادرس هو بنهايته 6 اف. تمام، كيف ضفنا الاي بي؟ امر مهم ويمكن شفناه قبل، اللي هو اي اف كونفيج، ونكتب اي تي اتش 0 اللي هي الايثرنت. اللينكس يسمي كل الايثرنت سواء جيجا بايت او فاسترنت يسمي ايثرنت، وعندنا الاو اللي هي اللوب باك. هقول له ايثرنت 192.168.10.3، هاي كيفيه اضافه الاي بي. تمام، اقدر اسوي بينج الان على اللوب باك مالتي اللي هو 10 192.168.10.2، اقول له انتر، لاحظ ده يوصل للوب باك اللي انا دا اشتغل عليه. تمام، من وصل لللوب باك يعني بمعنى انه الان الشبكه هذا اللوب باك او الكالي هنا دا يوصل من الفيرجوال بي سي 1 دا يوصل لحد لحد اللوب باك. تمام، الان اريد اوصله لهنا، يعني من اللوب باك اريد اسوي بين كذلك للسويتش. كيف يكون هذا الموضوع؟ ركز وياي. حروح على السويتش اشغله، اول شيء اربطه، خلي دائما تربطه بالايثرنت سويتش يعني واحد واحد هنا، واقول له اربط هنا بهذا السويتش وحشغله. رايت كليك ستارت، حروح على الكونسول فقط اسويها شويه كبيره حتى نقدر نشوف الكونفيجريشن. كونفيجريشن بسيط، حروح على الفيلان وابدي اسوي لها كونفيجر. تمام، السويتش دي يسوي بوتينج هنا. حروح طبعا انا ربطت مثل ما شفت على ال 1/1، لاحظ 1/1، فاروح اقول له كونفيكتي انترفيس فيلان 1 اللي هي كل الانترفيسات باي ديفولت تحت الفيلان 1. اقول له اي بي ادريس 192.168.10.1 255.255.255.0 واقول له نو شت داون. الان اي انترفيس مربوط بالفيلان 1 اذا اجى بينج على ال 192.168.10.1 اكيد يسوي ريبلاي. نتاكد انه الانترفيس 1/1 تحت الفيلان 1. كيف يكون هذا الموضوع؟ شو فيلان سويتش، لاحظ وياي ال 1/1 هياته موجود على الفيلان 1. تمام، نتاكد الفيلان اب، شو اي بي انترفيس بريف، نشوف الفيلان 1 هل هي اب؟ نعم اب وشغاله. تمام، نقدر نسوي من هنا بينج على ال 192.168.10.2. انتبه 10.2 شنو؟ مالتي اللوب باك. هل السويتش ده يوصل لللوب باك؟ تمام، ده يوصل لللوب باك. خلينا نشوف هل السويتش ده يوصل المن للكالي اللي هو الاتاك تولز. تمام، كذلك ده يوصل لي. الان نروح وين؟ نروح للكالي مره اخرى ونسوي بينج المن للعشرة واحد اللي هو السويتش. تمام، ده يوصل إلى. اوكي، الان من وصل إلى الان نعتبر مثلا او نعتبر انه الكالي هنا احد الكمبيوترات اللي ده تشتغل بهاي الشبكة. اوكي، عندك شبكة، فحيصير الهجوم من هنا. اوكي، قبل الهجوم خلينا نجي نشوف الماك ادريس موجود ولا لا. شو ماك ادريس تيبل، لاحظوا وياي نهايته اف، هذا الكالي وهذا الكمبيوتر اللي يعني دا اشتغل عليه. كيف نشوفه؟ لاحظوا وياي هذا الكمبيوتر، اقدر اسوي له اي بي كونفيج، اي بي كونفيج سلاش اول، هنجي نشوف كل الماك ادريس. اعتقد هو بالبدايه والاي بي هو 10.2، نشوف وين ال 10.2، هذا ال 10.2، هذا ال 10.2، والماك ادريس ده تشوفه هنا امامك هو ينتهي ب 50. اذا تو ماك ادريس هنا، واحد مال الكالي وواحد مال الكمبيوتر مالتي اللوب باك. تمام، ايش قد القدره الاستيعابيه؟ شو ماك ادريس تيبل كاونت، تحفظ هذا الامر. ده يقول لك القدره الاستيعابيه 8000 سمثينج، 8192. تمام، الان حنسوي هجوم ونشوف هاي القدره الاستيعابيه ايش قد. هل هاي القدرة الاستيعابية حتبقى نفسها؟ هل حيزداد؟ لاحظ توتال ماك ادريس الان 1 وحقيقة 2، لانه اذا نسوي بينج مرة اخرى او بينج من اللوب باك حيسجله ويصير 2. anyway لاحظ هاي القدرة الاستيعابية وهذا ماكسيمم او توتال ماك ادريس تيبل بالسويتش. تمام، هروح على الكالي اللي هي الاتاك تولز ونصغر الموضوع حتى نقدر نشوف اللي دا يصير. هروح هنا اقول له امر مهم جدا او نكبره حتى فقط اشوفك الامر. الامر هو ماك
اوف. اوكي، دائما استخدم التاب، التاب تفيدك. لاحظ مثلا ماك انت تتذكر، بس التاب تقول لك شنو اللي يبدي بماك يا امر. طبعا هذا هو الامر اللي نريده. اذا ماك اوف هذا ابلكيشن يشتغل باللينكس، يولد كثير ماك ادريس او يسوي جنريشن لماك ادريس لمن؟ لل 0.0.0.0 لاي اي بي برودكاست. لاحظ وياي فقط ماك اوف، اقول له انتر، لاحظ بدا يولد كثير ماك ادريس هنا لمن؟ لل 0.0. تشوفه هنا نروح وين؟ هنا نقول له شو ماك ادريس كاونت. لاحظ بثواني الماك تيبل اوفر فلو، بثواني. اوكي، لاحظ القدرة الاستيعابية انتهت. الآن الماك ادريس، العفو، الآن السويتش هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن هب. كيف نتأكد بعد؟ شو ماك ادريس تيبل، لاحظ وياي بورت رقم واحد ب 1000 اور انفينيتي ماك ادريس. هذا انفينيتي ماك ادريس، لاحظ انفينيتي ماك ادريس. لو ظل سبيس ايش قد ما ينتهي. ليش؟ لانه الاتاك اوريدي شغال مثل ما تشوف هنا. تمام، اذا هاي فكره الاوفر فلو. خلينا نوقفه، كنترول سي راح يوقف الكالي اتاك هنا. طبعا هنا نقدر كذلك كنترول سي ونشوف بعد ما وقف الاتاك شو ماك ادريس تيبل فقط 2 مثل ما تشوف هنا. فاذا الاتاك ده يولد لنا كثير مواضيع. وشو ماك ادريس كاونت، خلينا نشوفها. شو ماك ادريس كاونت رجعت لحالتها الطبيعيه هنا. نسوي الاتاك مره اخرى بشكل سريع، ماك اوف انتر، ونشوف هنا بدا القدره الاستيعابيه تصير 6000 وراها 8000 ويصير اول راوند فول. فبعدها يشتغل السويتش شنو؟ يشتغل السويتش از هاب. بعدها الهاكر يقدر يسوي كثير مواضيع كابتشرنج. وحقيقة إذا استمر الأتاك هذا، إذا استمر أكثر من هافن أور، حيصير عندي شنو؟ حيصير عندي حالة الدروب داون أو السويتش بعد ما يعمل، لأن يصير ريكوست عالي جدا عنده، فحيصير جدا سلو وممكن يصير دروب داون. هاي فكرة الاتاك على السويتش. خلونا نسوي الاتاك على السويتش الاي او يو حتى توصل الفكرة عندنا. طبعا نوقف الاتاك بالبداية من هنا، كنترول سي، نروح نخلي الاي او يو. طبعا انا شغلت الاي او يو بالفيرجوال بوكس، هذا الفيرجوال بوكس، شغلت الاي او يو، هيات الاي او يو مشتغلة. اوكي، وجبت مالتي لاير سويتش مثل ما تشوفون هنا. تمام، هروح هذا اللينك اشيله من هنا، ديليت، وخلونا نشتغل مع الاي او يو ونشوف فكرتها شنو. طبعا على اي انترفيس؟ حخليه على الثلاثة مثلا واربطه، واروح على الاي او يو اشوف الكونفيجريشن كونسول اي او يو مشتغله. كذلك نكبره حتى نشوف الكونفيجريشن امامنا. تمام، هذا الاي او يو الان، وخلينا نشوف القدره الاستيعابيه ايش قد الاي او يو بالبدايه. طبعا نسوي show IP interface brief. اشوف الفيلان، الفيلان انا مطيها الفيلان 1، مطيها 192.168.10 وهي من ضمن النيتورك يعني. هذا طينا 10.1، خلينا نطي 10.10 هنا ماكو اشكال. اوكي، وهي اب. خلينا نشوف الفيلان 1 هل الانترفيس 3 من ضمن الفيلان 1 حتى نتاكد. show VLAN الانترفيس 3، وين الثلاثة؟ هذا الثلاثة من ضمن الفيلان 1 مثل ما نلاحظ. تمام، الآن نقدر نسوي بينج من هنا، بينج على اللوب باك بالبداية 192.168.10.2. اللوب باك ده يوصل زين للكالي 3، هل ده يوصل للكالي ولا لا؟ لاحظ وياي، بما انه انت الكالي مم نصب مرات تحتاج ترجع تخلي الاي بي. لاحظ بنرجع على الكالي هنا مرة أخرى ونقول له اي اف كونفيج، يفقد الاي بي، ما موجود الاي بي. اوكي، فتاكد دائما. ليش؟ انت ما منصبه، دائما يفقد الاي بي ويروح ويرجع الاي بي. فانت بشكل سريع تقدر تقول له اي اف كونفيج وهذا الاي بي، تتاكد اي اف كونفيج هذا الاي بي ماخذه. نرجع نسوي بينج من الاي او يو نشوف رجع. نعم، رجع للثلاثه، كل شيء تمام. شو ماك ادريس تيبل او شو ماك ادريس، شو ماك ادريس تيبل. لاحظ هذا هو الماك ادريس الخطر عندنا اللي هو 6F، وطبعا هذا الكمبيوتر اللي دا نشتغل عليه كله دا يروح وين؟ على البورت رقم 3 اللي حيتعرض او اللي حيستقبل الاتاك من الكالي. تمام، خلينا نشوف القدره الاستيعابيه شو ماك ادريس كاونت. لاحظ القدره الاستيعابيه للاي او يو كبيره جدا. اوكي، خلينا نسوي اتاك.
اروح على الكالي كذلك، والامر هو ماكوف. اقول له انتر. لاحظ وياي الاي او يو ما تقدر تخلي اي امر بعد، يصير بي فريز. اوكي يصير بي فريز. احنا مشغلين شنو؟ احنا مشغلين الاتاك مثل ما تلاحظ هنا، مشغلين الاتاك. اوكي والاي او يو هنا ما دا يشتغل. اوكي صار بي ستوب. اذا روحنا هنا كنترول سي نوقف الاتاك، وروحنا هنا نقول له شو ماك ادريس كاونت. لاحظ التوتال ماك ادريس دي يزداد. طبعا اذا نخليه مستمر هنا يوصل للماكسيمم نمبر للماك ادريس. ومثل ما تلاحظ هنا كذلك شو ماك ادريس بدون الكاونت، حنشوف الانترفيس رقم 3 انفينيتي ماك ادريس مثل ما تلاحظ. نرجع نواصل الاتاك ونشوف المشكله. لاحظ الانترفيس الواحد هنا، واحد انترفيس دي يستقبل عدد كبير من الماك ادريس. لاحظ هنا ما نقدر نشتغل بعد بالاي او يو، صار فريز. نروح نوقف الاتاك نشوف شنو الوضع هنا، شو ماك ادريس كاونت هنا. لاحظ بدا يزداد الرقم، واذا نستمر حيوصل للماكسيمم نمبر سبيس افيلبل. هاي الفكره تخلينا نتساءل هل وان انترفيس، لاحظ شو اي بي وذاوت كاونت، تخلينا نتساءل انترفيس واحد دا يقضي علينا. انترفيس واحد مثل ما تشوف اللي هو 03 دا يصير له، هذا الانترفيس 03 دا يقبل او دا يمثل عدد انفينيتي من الماك ادريس. هل هذا جائز؟ هل هذا ممكن؟ طبعا باي ديفولت هو ممكن، بس بحاله الاتاك لاحظ شلون صار عندنا اشكال كبير وصار عندنا ماك تيبل اوفر فلو. شنو الحل؟ الحل هو البورت سكيورتي. نروح على الانترفيس 3 او كل الانترفيسات اللي دا تروح لليوزرز، الانترفيسات اللي نخاف من عندها مثلا، اوكي للاند يوزرز، نروح نحدد عدد الماك ادريس. يعني احنا لو قايلين لهذا الانترفيس لا تقبل اكثر من ماك ادريس واحد او ماك ادريس اثنين، خلينا نقول اللوب باك والكمبيوتر اللي هنا اللي احنا كنا نعتقد انه كمبيوتر عادي بس بعدين طلع هاكينج او هاكر. اوكي اذا رحنا على 0/3 وقلنا له فقط 2 ماك ادريس، اوكي ومور ذان 1 ماك ادريس سوي فت بوليسي، سوي له شت داون للانترفيس اذا اجى اكثر من 2 ماك ادريس، او اجنور اتجاهل فقط اقبل 2. ما كان صارت عندنا هاي المشكله. اوكي منو يسوي لنا هذا الموضوع او منو يسوي لنا ليميتيشن ماك ادريس على البورت؟ يجي او تجي فائده البورت سكيورتي اللي هو حيكون موضوعنا بعد ما عرفنا الماك ادريس تيبل اوفر فلو اللي تتمثل بعمليه اغراق الماك تيبل بعدد هائل من الماك ادريس من خلال تولز اللي مثل ما شفناها من كالي لينكس الماك اوف اللي ساعدتنا او شوفتنا كيف يصير الماك تيبل اوفر فلو. هاي فكره هذا السيشن اللي عرفنا بها موضوع الماك تيبل اوفر فلو. خلونا نروح نشوف البورت سكيورتي كيف يعمل، ونرجع نسوي شنو؟ نرجع نسوي هذا الاتاك ونشوف شلون البروتكشن او شلون السكيورتي ياخذ دوره الحقيقي. خلونا نروح نشوف البورت سكيورتي كونفيجريشن وخطواته، ونرجع نعيد هذا اللاب مع البورت سكيورتي.